حديثاً أجري بحث على موضوع الحذاء ونقله لبعض البكتيريا الخطيرة، فقالوا إن الحذاء محمل بأنواع من البكتيريا غريبة عن منزلك، وبخاصة في الأماكن التي يكثر فيها السواح والجنسيات المختلفة، فكل واحد يأتي ببكتيريا خاصة به من بلده عبر حذائه تنتقل إلى هذه المنطقة. ما الذي سيحدث؟ أن البكتيريا التي تعيش في بيئة أخرى، هذه البيئة اكتسبت مناعة ضد هذه البكتيريا لا تؤثر، ولكن إذا نقلت هذه البكتيريا إلى بيئة ثانية تصبح خطيرة جدا، لأن أجسادنا غير يعني مهيئة لمقاومة البكتيريا الغريبة. وبالتالي ينصحون بضرورة خلع الحذاء قبل الدخول إلى البيت لتجنب هذه البكتيريا الغريبة التي تأتي من كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بخلع الحذاء قبل الدخول للمسجد، هذا أولا، والله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك في قصة سيدنا موسى عندما قال له فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، صدق الله.